يمثل عزيزي المشاهد موضوع هذا المساء من برنامجك دائرة الأحداث أحد أهم الموضوعات التي نتبناها بالبحث والتحليل والنقاش. هذا المساء عزيزي المشاهد سوف نعرض لموضوع هام يتعلق بالإدارة المالية العامة. سنعرض لموضوع الميزانية العامة للدولة من عدة جوانب ونقاط رئيسية للبحث والمناقشة. لا شك عزيزي المشاهد أن موضوع الميزانية العامة للدولة هي الترجمة المالية الفعلية والواقعية لخطط ومنجزات الدولة وما تعبر عنه من مشاريع وطموحات وأهداف. بالتوفيق ما بين الإيرادات والمصروفات فهناك الميزانية العامة التي تحتل بها الكويت مكانة رئيسية باعتبارها عزيزي المشاهد من أهم الأدوات المحركة لتنفيذ التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي تنشده الكويت، بالإضافة إلى أنها أيضا المحرك الرئيسي لبرامج التنمية. لا شك أن موضوع الإدارة المالية العامة ودورها وأثرها في الاقتصاد الوطني موضوع هام جدير بالمناقشة هذا المساء. ولقد لعبت عزيزي المشاهد في الكويت الإدارة المالية أو الموازنة العامة دور حيوي في الاقتصاد الوطني عن طريق تنظيم وتوظيف الثروات الوطنية من واردات في توزيع يحقق احتياجات خطط التنمية وبرامجها في مختلف القطاعات. عزيزي المشاهد سوف نبحث هذا الموضوع من عدة جوانب، لذلك يسعدنا أن نستضيف نخبة من المعنيين ومن يعايش ويعاني ويتكيف يوميا مع هذا العمل الشاق المضني. عزيزي المشاهد يسعدنا هذا المساء أن نستضيف كل من الأخ عبد العزيز سليمان الرومي الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية، كما يسعدنا أيضا استضافة الأخ الدكتور صادق البسام رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ويسعدنا أيضا عزيزي المشاهد لقاء الأخ عبد اللطيف عبد الله المجحم الوكيل المساعد بوزارة الصحة العامة للشؤون المالية. في لقاء عزيزي المشاهد يجمعنا وهذا الحوار الهام والمفيد ثقافيا في الجانب المالي والمحاسبي. في البداية نرحب بضيوف هذا المساء ويسعدنا لقائكم، ولنبدأ طرح التساؤل الأول عزيزي المشاهد مع الأخ عبد العزيز الرومي. ما تعريفكم للميزانية العامة؟ وما المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة؟ الميزانية العامة ببساطة هي خطة مالية سنوية تتضمن جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال سنة وجميع المصروفات المتوقع إنفاقها خلال هذه السنة. أي بمعنى آخر الميزانية ترجمة للموارد أو الأموال التي ستحصل خلال السنة وللأموال التي ستنفق على مشاريع الدولة المختلفة خلال هذه السنة، وهي تبدأ عادة كسنة مالية من 1/7 وتنتهي في 3/6 من العام المقبل. هذه الميزانية ورغم أهميتها هناك العديد من المبادئ أو القواعد التي تسير عليها هذه الميزانية. فيسعدنا أن أبدأ في طرح هذه المبادئ أو القواعد بصفة أو بحالة تفصيلية. المبدأ الأول هو مبدأ السنوية، فالميزانية تبدأ من 1/7 كما ذكرت وتنتهي في 3/6، فهناك قاعدة السنوية، وعلى هذا الأساس يستخدم الأساس النقدي في تسجيل جميع المصروفات على هذه السنة وتسجيل لصالح السنة لهذه السنة جميع الإيرادات. الأساس الآخر هو أساس الشمول، فالموازنة تشتمل على جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها وجميع المصروفات المتوقع إنفاقها. الأساس الثالث الذي تقوم عليه موازنة بدولة الكويت هو مبدأ وحدة أو شمولية أو وحدة الميزانية. فمن أساس منطلق وحدة الميزانية قد يتراءى إلى المستمع الكريم ما هو مفهوم الميزانية. الميزانية بدولة الكويت تتألف من 3 أنواع: أولاً ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مثل وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الأوقاف إلى آخره، وكل هذه الوزارات وزارات خدمات تندرج تحت قانون واحد. النوع الآخر من الموازنات
هو الموازنات الملحقة. الميزانية الملحقة هي ميزانية تمارس نشاط خدمي، ولكن هذا النشاط متميز، ومن هالمنطلق أفردها المشرع ميزانية خاصة فيها، لها لوائح الخاصة ولها قانونها الخاص تصدر به، وهي في الأساس جزء من عمل الدولة الرئيسي خدمي، ولكن لها نشاط متميز. على سبيل المثال الحصر، جامعة الكويت كهيئة ملحقة، هي العامة للإسكان تعني بشؤون الإسكان إلى آخره، هي العامة للجنوب والخليج العربي. أما النوع الثالث من الموازنات فهي الموازنات المستقلة، وهذه النوع، هذا النوع من الموازنات هي موازنات تمارس نشاط خدمي، ولكن تقلب عليه الاعتبارات التجارية، فهي إلى جانب الخدمة مطلوب منها أيضا تحقيق نوع من الأرباح، فهي تسير على أساس اقتصادي، مثل مؤسسة خطوط الجو الكويتية، بنك التسليف، البنك المركزي، الصندوق التنمية إلى آخره. إذا من هذا المنطلق، منطلق وحدة الميزانية، الميزانية بدولة الكويت تتألف من ثلاث أنواع من الموازنات: ميزانية وزارات وإدارات حكومية، ميزانيات ملحقة، ميزانيات مستقلة، وعددها 51 وحدة من بين هذه الثلاث قطاعات اللي ذكرتها. المبدأ، هناك مبدأ تسير عليه الموازنة وهو مبدأ التوازن. فالميزانية في الأساس جانبين، جانب إيرادات وجانب مصروفات، فيجب أن يكون الجانبان متساويان، ولكن في حالة زيادة الإيرادات عن المصروفات فهناك فائض يرحل إلى المال الاحتياطي العام للدولة. أما في حالة زيادة المصروفات عن الإيرادات فهذا يعني أن هناك عجز، تتبع الأساليب المالية العلمية المختلفة لتمويل هذا العجز، ونصل بالنهاية إلى توازن جانبي الميزانية، وهذا ما يطلق عليه قاعدة أو مبدأ التوازن. هناك أيضا مبدأ الوضوح، فالميزانية في دولة الكويت تتسم بالوضوح، فهي عبارة عن أبواب، والأبواب مقسمة إلى برامج، والبرامج مقسمة إلى بنود، وهناك أيضا الدليل النمطي الموحد للحسابات، وهو قاعدة عامة تنفذها جميع الوزارات وبعض القطاعات المستقلة أو الهيئات الملحقة قصدي، وبالتالي هناك وضوح شامل في الموازنة، وأي محلل اقتصادي مجرد تجميع بيانات يحصل على كما يحصل كما يشاء من هذه الموازنة، فهي إذن تتسم بالوضوح. هناك أيضا مبدأ المرونة، فالمشرع المالي في الكويت أعطى قواعد عامة وترك تفصيلات مختلفة لتعاميم أو قرارات تصدر من وزير المالية منظمة، وهذه القرارات فيها هناك نوع من المرونة لتتواكب مع متطلبات الوقت ولتتواكب مع التطبيق الفعلي للموازنات. فعلى سبيل المثال هناك مناقلات بين بنود الموازنة وبرامجها المختلفة، وهذا حق مشروع لكل مؤسسة أو وزارة وفقا لشروط أصدرها وزير المالية تنظم هذه المناقلات. وهناك أيضا مبدأ الموازنات الإضافية في حالة حدوث مسببات مبررة خلال السنة، فتحدث ميزانية إضافية لتغطية أي إنفاق يطرأ خلال السنة. وهناك أيضا العديد من التعديلات الممكن حصولها وفق شروط قائمة، كلها تعطي مرونة في تطبيق أو تنفيذ الموازنة. كما أن هناك أيضا مبدأ الشمولية ومبدأ التخصيص، فالإيرادات تخصص لجانب الصرف المختلفة، وليس هناك تعديلات تطرأ على جوانب الإيرادات، فالإيرادات تغطي جميع أنواع الصرف المختلفة في الموازنة. هذا الحقيقة بوضوح ما أود أن أطرقه بخصوص تعريف الميزانية والقواعد أو المبادئ التي تسير عليها. نعم، أيضا بفيصل، لو كيف ترى أو كيف تنظر للميزانية العامة من حيث هذه المبادئ مقارنة بدول محيطة في المنطقة؟ هل تجد أن هذه الميزانية من خلال هذه المبادئ تتناسب واحتياجات الكويت ووضع الكويت من حيث الإيرادات إلى آخره؟ هناك نظم مختلفة في إعداد هذه الميزانية أو المبادئ التي تقوم عليها. نعم. كيف تجد هذا من حيث تكيفه مع الواقع الكويتي؟ باعتقادي حسب
خبرتي المتواضعة أن هذه الموازنة تتواءم وتتكيف مع احتياجات المجتمع الكويتي، وأيضا تعطي وضوح للمطلع عليها من جميع الجوانب، وليس هناك فيها أي أنواع من إخفاء أي بيانات. وأيضا يحضرني أن أذكر أن صندوق النقد الدولي بتحليلاته لموازنة الكويت والبنك الدولي، وبدخولنا بتفصيلات مع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق في مجال الموازنة، يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الموازنة موازنة تواكب العصر القائم، تواكب الوقت القائم، وهي موازنة فيها الكثير من البيانات والتفصيلات والإيضاحات، وهي ميزانية تتطور سنة بعد أخرى. وأعطي على سبيل المثال وجود ميزانية البرامج كجانب دخل على هذه العملية، وأصبحت أي موازنة الآن تتألف من مجموعة برامج تعطيني في النهاية إجماليات، وأيضا فيها وضوح البيانات المختلفة عن طريق الأبواب محددة لكل باب طبيعة خاصة، وهناك أيضا ما يتعلق بتنفيذ المشاريع وتفصيلات هذه المشاريع، وهناك تفصيلات خاصة بالباب الأول وتركيباته. كل هذه الأمور مجتمعة تعطيني إجابة لتساؤلك بأنها ميزانية واضحة وتواكب احتياجات المجتمع. نعم عزيزي المشاهد، من البديهي أن الميزانية هي ترجمة فعلية وواقعية كما ذكرنا في السابق للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وهي الواقع الفعلي الملموس والمنفذ لخطط وبرامج وطموحات الدولة ومشروعاتها المستقبلية. لنتساءل ما دور وما أثر الميزانية كأداة محركة لهذا التخطيط. مع الدكتور صادق البسام يمكن أن نطرح هذا التساؤل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن دولة الكويت مرت خلال يمكن 30 أو 25 سنة الماضية بتجارب كثيرة بخصوص التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وللدولة ككل. وطبعا هذه التجارب كانت تسير بحسب اجتهادات معينة تتطلبها أو يتطلبها الوقت التي كانت توجد فيه مثل هذه المعالجات. لا شك بأن نظرا لكون أن السلع والخدمات العامة هي سلع يحتاجها المجتمع برمته، ولا يستطيع القطاع الخاص أن يتكفل فيها أو أن يقوم بتأديتها، فنجد أن الدولة تتكفل بمثل هذه السلع والخدمات لغرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك نجد بأن دور القطاع الخاص يمكن أو أهدافه تختلف عن أهداف الدولة، بأن القطاع الخاص قد ينظر إلى معيار الربح كأساس للإنفاق الذي يقوم به أو المشاريع التي يتبناها، بينما الدولة لا تنظر من زاوية الربح وإنما تنظر من زاوية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وطبعا التجارب التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت يمكن نقدر نقول أن في السبعينات كانت الكويت منشغلة تماما من خلال ميزانيتها في القيام ببناء البنية التحتية، والتي اكتمل معظمها مع بداية الثمانينات. وطبعا لا شك بأن الوفورات النفطية الضخمة التي واكبت والإيرادات الضخمة التي واكبت الوفورات النفطية كانت مساعد كبير لميزانية الدولة أن تقوم بدورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي. وطبعا في هناك نوع من الدور الاقتصادي أو التنموي الاقتصادي، وهناك الجزء الآخر اللي هو التنموي الاجتماعي. والتنموي الاقتصادي طبعا يركز يمكن هني على بعض الخدمات والأعمال التي تقوم بها الدولة لصالح مواطنيها، مثلا الخدمات التي تؤديها بجانب المواصلات والاتصالات، بجانب الكهرباء والماء. هذه كلها لأن هناك في نوع من الدعم الحكومي لهذه الخدمات، فهناك جانب اقتصادي لها، ولكن هناك جوانب أخرى بحت اجتماعية بحتة.
وتتطلب يمكن تدفق أموال من الدولة بالكامل. من أمثال من يعني الأمثلة عليها التعليم في دولة الكويت، تعليم دولة الكويت مجانا، الصحة، والزميل يمكن أخ أبو عبد اللطيف يستطيع، أبو عبد الله يستطيع. عندنا أيضا الدعم للأسر المحتاجة، أيضا هذا بالجانب التنموي الاجتماعي. كل هذه الأمور تتطلب من الدولة أن تضع أولويات لها. هذه الأولويات يجب أن تكون تتواكب مع احتياجات المجتمع للموارد الاقتصادية والسلع والخدمات. فالدولة لكي تنفذ هذه الخطط والبرامج يجب أن يكون لها أداة مالية معينة. طبعا احنا عندنا بالكويت يمكن الميزانية أو الإنفاق العام بصورة عامة هي الأداة أو السياسة المالية الوحيدة المتوفرة للدولة في الوقت الحاضر لدعم أو للقيام بالخدمات التنموية الاجتماعية والاقتصادية. يمكن في دول أخرى قد تأتي الضرائب كسياسة أخرى أو كأساس آخر بجانب الإنفاق العام، لكن عندنا في الكويت يمكن الإنفاق العام واللي هو يمثل ترجمة لجانب المصاريف في الميزانية هو الذي يقوم بجانب التنمية الاقتصادية. طبعا هني يحضرني المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1986، وهذا الحقيقة القانون لم يأتي من فراغ، بل أتى نظرا لحاجة ماسة كانت تواجهها الدولة، اللي هي انخفاض يمكن المفاجئ أو الغير متوقع في إيرادات النفط نظرا للهبوط السريع في أسعار النفط في فترة قصيرة، نقدر نقول أنها بدأت من الثمانينات وجاي. هذا الهبوط في النفط طبعا لا شك أنه أثر على البرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية. فالدولة رأت بأن يجب أن يكون هناك خطة تنموية شاملة تعتمد على توجهات استراتيجية تبنى لفترة طويلة، تترجم هذه الفترة الطويلة إلى برامج متوسطة الأمد، تترجم هذه البرامج إلى موازنات سنوية اللي هي نعرفها بالميزانية العامة للدولة. طبعا هذا القانون 60 لسنة 86 وضح هذا الموضوع، وبعد هذا القانون طبعا جاء عليه تعديل اللي هو تعديل رقم 7، أيضا مشروع قانون أو قانون مرسوم قانون 7 لسنة 87. ولكن أيضا يهمنا هنا في هذا المجال أن نذكر القانون رقم 112 لسنة 86 اللي هو يتكلم عن الخطة الإنمائية الخمسية للدولة. وهذه الخطة الإنمائية الخمسية للدولة الحقيقة وضعت فترة محددة يجب أن يقوم فيها المجتمع الكويتي بنقلة نوعية اللي هي من سنة 85 86 لغاية 89 90. يجب أن يكون هناك خطة تنموية شاملة طبعا تتعرض لمدة 5 سنوات تحقق أهداف معينة، منها أهداف الإسكان والقوى العاملة، منها أهداف التعليم والتربية، منها الأهداف الصحية، منها الأهداف الإنشائية والغير إنشائية، منها الأهداف اللي تتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. هناك كثير من التوجهات الرئيسية والأساسية في مثل هذه الخطة. طبعا القانون هذا 112 لـ86 أجبر الوزارات والوحدات الحكومية أن تربط ما بين ميزانياتها واعتماداتها وتنفيذ الخطة السنوية التنموية. فأصبح الآن في ارتباط عضوي، لم يعد كما هو في السابق أن كل وزارة تضع أولوياتها كما تراها، ولكن أصبحت الآن عملية مركزية تأتي توجهات من وزارة التخطيط لوزارة المالية والوزارات المختلفة لوضع مثل هذه الخطة التنموية السنوية. فمن هذا المنطلق الحقيقة نجد بأن اليوم الكويت بدأت تخطو خطوات علمية نحو يعني
القيام بأعمال الأعمال التنموية الاجتماعية والاقتصادية. طبعا الدولة تستخدم الميزانية في الاقتصاد لتحقيق عدة أهداف كما نعرف. أول شيء تستطيع أن تؤثر على مستوى الاستهلاك في المجتمع، حجم الاستهلاك، أي ركود، أي انكماش، أي فائض في المجتمع، طريقة نمط الاستهلاك في المجتمع أيضا يتأثر بالانفاق العام وبتوزيع الانفاق العام وكيفية المسارات الذي يسير فيها الانفاق العام في المجتمع. أيضا بعض الدول تستخدم الميزانية كسياسة مالية لتحديد الأثمان، أثمان السلع في المجتمع. طبعا الضريبة لها دور أيضا إضافي إلى الميزانية، ولكن إحنا ما عندنا يعني بشكل عام ضريبة أو نستطيع أن نقول في ضريبة، لكن الميزانية أو الانفاق العام يستطيع أن يعني يحدد خطة الأسعار في الدولة والأثمان بالنسبة لبعض الموضوعات. أيضا الميزانية أو السياسة المالية من خلال الانفاق العام تستطيع أن تؤثر على توزيع الدخل على أفراد المجتمع وكيف يتم هذا التوزيع على الأفراد، ومن خلال طبعا الأبواب المختلفة ومن خلال البرامج المختلفة. وطبعا هناك أهداف كثيرة تقوم فيها، لكن يجب أن نعرف بأن الخطة التنموية اللي الآن تسير فيها الدولة ونحن الآن في منتصفها تقريبا، لا شك بأنها ستظهر نتائج إيجابية لو استمر هذا التركيز على عملية وضع البرامج وتحويلها إلى موازنات سنوية. نعم، أيضا دكتور صادق يتبادر إلى الذهن جانب هام آخر، ما دمنا نتحدث عن الميزانية كأداة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، من خلال المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التي ظهرت وظهور أو وجود العجز في ميزانية الدولة العامة، هل تعتقد أن الميزانية كأداة للتخطيط قد عطلت نسبيا في تحقيق طموحات الدولة في قيام عدد أكبر من المشروعات وتقديم خدمات أكبر؟ هل عطلت هذه الأداة ما دام هناك عجز؟ هو الحقيقة يعني الميزانية ما نقدر نقول إنها عطلت، لأن أنا أعتقد أن الإدارة المالية لديها من الظروف التي حتمت عليها وجود مثل هذا العجز، ويعني نستطيع أن نقول بأن في هناك بعض المشاريع التي أجلت لفترات يمكن لاحقة، تستطيع الدولة أن تضع أولوياتها خلال فترة العجز بأنها توقف بعض المشاريع الغير مجدية يمكن لتلك الفترة، وتستطيع أن تؤجلها إلى فترات لاحقة. إعادة الأولويات إذن. الأولويات هي عملية ترتيب، إعادة ترتيب الأولويات. أعتقد الأخ أبو فيصل له وجهة نظر حول الموضوع. نعم، الحقيقة أود تعقيب بسيط لما ذكرته ويا الزميل الدكتور صادق. الحقيقة لو نظرنا إلى الأرقام العملية في الموازنات نجد أن هذا العجز لم يثني الدولة عن الاهتمام في الخدمات القائمة من ناحية النوع والكم، بل بالعكس الأرقام تشير إلى توسع في خدمات الأمنية والخدمات التعليمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، آخذين بالاعتبار أن هناك مثل المشاريع الإنشائية والتي تشكل حجما كبيرا في الموازنة هي إنفاق استثماري في تنفيذه، وآخذين بالاعتبار أيضا أن ما يتعلق في جوانب الاستملاكات العامة هو تحريك للعجلة الاقتصادية بالدولة، وكذلك ما يتعلق في الباب الأول الرواتب المرتبات وهو يشكل حجم كبير بالموازنة، هو يختص بقطاع المواطنين والمقيمين كرواتب، وبالتالي أيضا يساعد في جانب إيجابي في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد. فالموازنة رغم وجود العجز ورغم انشغال القائمين في الأجهزة المالية على معالجة مثل هذا العجز،
بطرق مختلفة وتخفيفة سنذكر له فيما بعد، إلا أن ذلك لم يثني الدولة عن توقف أو تعطيل العديد من المشاريع، ولم يثني القائمين في الأمور المالية عن اعتمادات لتنفيذ خدمات مختلفة إسكانية وتعليمية إلى آخره. هذا حقيقة حبيت أطرح التوضيح. أيضا الأخ عبد العزيز الرومي يتبادر إلى الذهن جانب مهم يرتبط بما تفضلت فيه، تزامن وجود عجز في ميزانية الدولة حاليا بظهور بعض المفاهيم المالية كترشيد الإنفاق، ضغط المصروفات. هذه المفاهيم ما انعكاساتها الواقعية والفعلية على الميزانية؟ أخ كامل، ترشيد الإنفاق الحقيقة لا يعني بالضرورة تقليص المصاريف. ترشيد الإنفاق بمفهومه هو الاستقلال الأمثل للموارد المتاحة بحيث أحصل على أكبر كمية بأقل كلفة ممكنة، ويعني بتعبير آخر أن يعاد النظر في مصادر الصرف المختلفة بحيث يتم التركيز على المنتج النهائي الأنسب، وهو لا يعني بالضرورة أن يتم تخفيض المصاريف، ولكن قد يؤدي إلى تخفيض المصاريف في حالة إعادة التوزيع مع تحسين الخدمة أو المنتج. نعم. المفهوم الآخر هو مفهوم ضغط المصروفات. ضغط المصروفات هو محاولة الاستغناء عن الخدمات الغير ضرورية في الموازنة وتقليصها بحيث أن نخفض العبء المالي على الموازنة في الوقت الذي لا نخفض فيه الكلفة، لا نخفض فيه الخدمة. نعم. فهذا التوازن في النظرة يمكن يعطي تعريف واضح للسياسة المتبعة ومفهوم ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات. وزارة المالية بالتعاون مع الأجهزة المختلفة مثل ديوان الموظفين ووزارة التخطيط اتبعت أساليب مختلفة لذلك الترشيد. فعلى سبيل المثال الحصر الاهتمام ب عملية التدريب كرف كفاءة العاملين بقطاع الدولة، وأنشأت الوزارة إدارة خاصة لعملية التدريب. أيضا الاهتمام في قطاع التخزين والمواد المختلفة في الوزارات والإدارات الحكومية، وأنشأت لها إدارة، فأصبح هناك ضوابط قائمة ومحددة للمواد المخزونة في أجهزة الدولة المختلفة، وهناك نظام ما يطلق عليه توصيف وترميز. فبمجرد استدعاء رقم المادة في شاشة الكمبيوتر تعرف كم متوفر منها في قطاع الدولة المختلفة، ويمكن أن تعمل ترحيل للوزارات المحتاجة. فأصبحت هذه قاعدة هامة تتواكب مع الترشيد. القاعدة الأخرى والنظرة الأخرى اللي هي عملية المقايسات المخزنية، فأصبح هناك نظام قائم لمقايسات المخزنية على ضوء تحدد في الميزانية أرقام المعتمدة لهذه المواد. أيضا تم عمليا التفكير بجراج خاص موحد بالدولة وأسند إلى شركة النقل العام الكويتية، وكان تفكير وزارة المالية جانب ترشيدي هام في هذا القطاع، لأن تم الاستغناء عن العديد من اليد العاملة الغير ضرورية، وتم الاستغناء عن تقطيع أو كثرة الجراجات في الدولة. وبالفعل باشرت الشركة الآن مع العديد من الوزارات وبعض المؤسسات في صيانتها في قطاع موحد بالدولة. الجانب الثالث في مواكبة الترشيد الاهتمام بعملية التوعية من خلال الأجهزة المالية المختلفة وتنشيطها في المؤسسات والوزارات في الدولة. وهناك أيضا جانب الإسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص مثل خدمات النظافة والتغذية على سبيل المثال الحصر، فهي يمكن من الناحية المالية قد تكون في حدود الوضع السابق، ولكن تخلصت الأجهزة الحكومية من العمالة المختصة فيها، تخلصت من عمليات الصيانة، وبنفس الوقت ساهمت هذه الخطوة في تحريك القطاع الخاص. هذا الحقيقة حبيت أوضح على تساؤلك. هل هناك اهتمامات أيضا بفيصل في المالية أو الجهات المعنية على موضوع الترميم وتحديث المباني والمنشآت العامة، وبالتالي التخفيف أيضا من الباب الرابع، باب الإنشاءات والمشاريع الجديدة؟
هل هناك أيضا توجه إلى إطالة عمر هذه المباني ومدى خدمتها من حيث الترميم والصيانة لهذه المنشآت الحكومية؟ بلا شك كترشيد إنفاق. نعم كترشيد إنفاق. هو أي مشروع إنشائي بدون صيانة الحقيقة معناها أنه خسارة اقتصادية كبيرة، ولذلك المطلع على اتجاه المخصص للصيانة يجد في تصاعد مستمر بهدف الحقيقة إطالة العمر الإنتاجي ليس فقط للمباني بل حتى الآلات المختلفة والسيارات وجميع الوسائل الرأسمالية في الدولة، توطيدا للهدف اللي تفضلت بذكره بالمحافظة على هذه الأصول في صورة إنتاجية سليمة. نعم، لنتعرف عزيزي المشاهد على واقع ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات، وذلك من خلال الواقع العملي التطبيقي في إحدى أهم وأكبر وزارات الدولة من حيث الجهاز الوظيفي الضخم إداريا وفنيا وطبيا في وزارة الصحة العامة. الأخ عبد اللطيف المجهم، نود أن نأخذ فكرة حول جهودكم في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. نود الحقيقة أن أتطرق إلى ترشيد الإنفاق ومفهومه، اللي هو توجيه الصحيح للمصروفات وكذلك من خلال الموارد المتاحة ومن خلال الأولويات المدروسة. فبالتالي قبل أن أدخل إلى ما قامت في الوزارة من ترشيد الإنفاق، لابد أن أشير إلى المقياس الحقيقي لترشيد الإنفاق، وأشارك الأخ فيصل بالنسبة لهذا المقياس، وهو أن يكون هناك عائد لكل مبلغ يتم صرفه، ويتم التحقيق ليس من خلال تخفيض المواصفات دون الرجوع إلى دون رجوع إلى النتائج وترك وتدني الخدمة. تخفيض المصروفات مطلوب لكن ليس على حساب الخدمة ولا على مستوى الخدمة، ونشارك الحقيقة الأخوان في هذا المفهوم. كذلك الحقيقة قبل أن أحب أن أشير إلى مقومات ترشيد الإنفاق، وهي ضرورية وحيوية، بحيث يكون من المهم ضرورة وجود خطة لأي كان من ثم برمجة هذه الخطة وبعد وضوح الأهداف. كذلك لابد أن يكون هناك تقييم لهذه الخطة من خلال التنفيذ الواقعي لها، ولابد أن يكون هناك محاسبة لعملية إذا حصلت هناك انحرافات من خلال التقييم. فلا يتصور أن يكون هناك ترشيد إنفاق دون خطة، ولا يتصور أن يكون هناك ترشيد إنفاق دون تقييم، ولا يتصور أن يكون هناك ترشيد إنفاق دون محاسبة للمقصر أو مكافأة المجد. فمن خلال هذا العام أو من خلال المفهوم العام هذا لترشيد الإنفاق، تقوم وزارة الصحة الحقيقة من خلال إعداد الميزانية ومن خلال تنفيذ الميزانية بعدة إجراءات. فمن خلال إعداد الميزانية هناك الحقيقة عدة مراحل تمر فيها الميزانية لتحقق من دقة البيانات ومن صحة التقديرات المطلوبة. فيقوم باحث الميزانية بالمرور على جميع المراكز المختلفة ومناقشة المسؤولين للوصول إلى احتياجات فعلية للمراكز، ومن ثم يتم تجميع هذه الجداول والبيانات والأرقام، ونقوم بالاسترشاد لمعدلات أداء موجودة
ومن خلال دراسات تكاليف، وعندنا الحقيقة الوزارة كانت سباقة في إنشاء هذا الجهاز والاهتمام فيه، ويعمل عد تقارير سنوية وشهرية نستقرأ منها من مؤشرات معينة. فما أحب أن أتطرق وأتوسع في هذه النقطة، لكن أبغي أخلص منها إلا إحنا نعد ميزانيتنا بطريقة تأخذ معدلات الأداء وكذلك المقايسات المخزنية والبيانات التاريخية، ومن ثم تكون ميزانيتنا معدة بالطريقة العلمية الصحيحة. وهذا الحقيقة أحب أن أنوه في هذا اللقاء أن كانت نسبة تنفيذ الميزانية عندنا بالنسبة للسنة الماضية نسبة عالية جدا تقارب 98%، وهذا حقيقة يعني يؤكد لنا فعلا ضرورة التقديرات السليمة وصحيحة للميزانية. ومن ثم تعرض هذه الميزانية على اللجنة العليا برئاسة معالي وزير الصحة العامة وتوضع لها الأولويات، ومن ثم تأخذ إجراءاتها المعتادة بوزارة المالية. في الجانب الآخر وهو الجانب التنفيذي، لابد هناك من توافر أمور عديدة من خلال أسلوب الشراء، ومن خلال أسلوب التخزين، ومن خلال الصرف، ومن خلال الاستهلاك. فطبيعي لابد أن يكون هناك من خلال الصرف دراسة عروض وإعطاء الفرصة للمقاولين المتعهدين لاستدراج أكبر عروض ممكنة بأقل أسعار، كذلك ضرورة أن تكون المواصفات المطروحة للمناقصات سواء كانت عن طريق المشتريات أو عن طريق الممارسة أو الشراء المباشر، لابد أن تكون بصورة واضحة نستطيع أن نستدرج منها أكبر عروض ممكنة بأقل أسعار وبأفضل الأسعار، وهذا يحقق لنا عائد ونحقق من خلاله ترشيد الإنفاق. كذلك أسلوب التخزين لابد من اتباع الأساليب العلمية الحديثة في ترشيد من خلال التخزين، ومن خلال الدراسات ودراسة الاحتياجات الفعلية للمراكز، ومن خلال الصيانة الوقائية للأصول الثابتة لنحقق بها العمر الإنتاجي الأطول أو الأطول لهذه الأصول، من بذلك نتحقق فعلا من عملية ترشيد الإنفاق. هذا كله فيما يتعلق في الأبواب الأخرى بالنسبة للميزانية. أما فيما يتعلق في الباب الأول، هناك ضرورة النظرة الشاملة لهذا الباب، حيث يمثل في الحقيقة 60% من قيمة الميزانية. عندنا تقريبا اللي ميزانية وزارة الصحة تزيد على 200 مليون، وهذا مبلغ يدعونا إلى الاهتمام بالقوى العاملة من خلال رفع الكفاءة للعاملين، ومن خلال الاستغلال الأمثل للعمالة، ومن خلال تشغيل العمالة التشغيل المطلوب من خلال ساعات العمل الفعلية، وكذلك عدم ترك فرصة لاستغلال الوظيفة. هذه ضرورية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والاستفادة من التخصصات قدر الإمكان. وفي الحقيقة احنا من خلال الإحصاءات التكاليفية اللي نستخرجها وبالأرقام تبين أن نصيب الفرد عندنا في الوزارة تم تخفيض التكاليف، بحيث كانت تكلفة نصيب الفرد في الخدمات الصحية
كانت 110 دينار قبل سنتين، أما بالسنة الماضية فكان نصيب الفرد من الخدمات الصحية 108 دينار. كذلك بالنسبة لتشغيل الأسرة بالنسبة للمستشفيات حصل عائد لا بأس به من خلال تشغيل أكبر. كذلك تقليل مدة الانتظار بالنسبة للمراجعين والمعدل المكوث في المستشفى بحيث نحقق من خلاله ترشيد أنفاق. كذلك الحقيقة قامت الوزارة على سبيل المثال بوفرات حقيقية ورقمية، وعلى سبيل المثال الحقيقة خفضنا الحالات المؤثرة للخارج، فكانت بما نسبتها 25% خلال السنة الماضية، و طبيعي نتيجة وجود خدمات صحية لائقة وتضاهي المراكز الصحية في الدول المتقدمة. ولكن أخ عبد اللطيف، هل هناك في وزارة الصحة تقومون بدور المحاسبة والمتابعة والمراقبة المالية لوضع ترشيد الإنفاق، موضع التطبيق خاصة في الأبواب الأخرى غير الباب الأول اللي تعلق الرواتب والأجور والقوى العاملة من حيث حجم الصرف على هذا القطاع الكبير؟ هو في الحقيقة الجهاز وزارة الصحة بالنسبة للعمالة جهاز ليس بالبساطة، ويزيد على 30,000 موظف، وهناك مراكز عديدة ومتشتتة في مختلف المناطق بالكويت، وبالتالي هناك رقابة وهناك ضوابط، وإلا أن كثرة العمالة هذه والسعي من خلال الزمن ومن خلال الوقت ومن خلال التقارير ومن خلال تقييم الأداء لابد أن نوصل إلى الاستفادة من كل عامل. أما في الوقت الحالي فأعتقد يعني يجب أن يكون هناك استغلال أمثل للعمالة الحالية. ما دام هذا الجهاز الضخم نأمل أن يكون قادر على أداء الخدمة المطلوبة، هو جهاز ضخم جدا. الأخ صادق القسام، أعتقد لك وجهة نظر قبل أن ننتقل إلى جانب آخر حول ترشيد الإنفاق كمفهوم كفلسفة والواقع التطبيقي. والحقيقة الإخوان يعني ذكروا موضوع ترشيد الإنفاق سواء من ناحية النظرية أو حتى من ناحية التطبيقية، وهنا الحقيقة في ترشيد الإنفاق يمكن يحضرني دور الفرد أو العنصر البشري الذي يعتمد عليه الاقتصاد في ترشيد الإنفاق. فالنفقة طبعا يجب أن لا يكون فقط هي عملية صرف، وإنما يجب أن يكون لها أثر تتركه في المجتمع، وهذا الأثر هو الذي يحدد مدى نجاح هذا المصروف أو عدم نجاحه في إعطاء المجتمع أي فائدة أو أي قيمة. وطبعا لا شك بأن ترشيد الإنفاق هو ليس خصم أو إنقاص المصاريف بما بقدر ما هو محاولة إيجاد المصروف المناسب لتحقيق الخدمة أو السلعة المناسبة وبالقيمة وبالنوعية. ومن هذا المنطلق يمكن أجد بأن لو نظرنا إلى أو رجعنا إلى ميزانية دولة الكويت لوجدنا بأن لغاية يمكن لم يظهر تخفيض على الميزانية بشكل واضح حتى سنة 86 يمكن بدأ التخفيض يظهر بالشكل الواضح، مع وجود عجز ومع وجود ترشيد إنفاق، إلا أن الخدمات سواء الاجتماعية والاقتصادية لم تتأثر بالشكل اللي يعني كان يؤثر على مستواها وعلى هذا. حتى يمكن بالنسبة للميزانيات الملحقة
يمكن ما حصل في تخفيض بشكل كبير إلا يمكن في ميزانية 86 87 87 88. لا شك بأن يمكن التضخم الكبير والنقلة الكمية في المصروفات في الستينات والسبعينات بشكل غير مدروس جعل بالإمكان الآن في الوقت الحاضر أن يتم ترشيد للإنفاق، لأن لم تكن هناك في ذاك الوقت أي أسس، وحتى يمكن في الوقت الحاضر لو نظرنا إلى كيفية يتم وضع الميزانية وتقديراتها فالميزانية تبدأ بأرقام السنة الماضية ويتم إضافة نسب مالية مئوية عليها. فيمكن أن بعض الحالات استطاعت الوزارة أو الدولة أن يعني تقلل من هذه الزيادات ويمكن تحجمها مرة واحدة، ولكن لا تزال الميزانية تعد بشكل يعني يمكن تقديري أكثر منه يبنى على واقعية. وأيضا لا ننسى بأن المشاريع التي توضع في الميزانية لا يتم البت فيها إلا في السنة التالية، فتكون التقديرات مختلفة عن الواقع عند حدوث الواقع، فأيضا هذه الفترة أيضا لها تأثير الحقيقة في التقديرات وفي ترشيد الأنفاق. نعم، نعود معك عزيزي المشاهد إلى الميزانية من جديد وجوانب أخرى تتعلق بوضع الميزانية مع الأخ عبد العزيز الرومي. أيضا لو نلقي جانب هام يتعلق بالمراحل الفنية لإعداد الموازنة العامة وما طرأ عليها من تطورات ومن تغيرات أخيرة، بالإضافة إلى جانب هام إن كانت هناك من مقترحات لوضع ميزانية أمثل وأفضل للكويت. الحقيقة تمر الموازنة في إعدادها في مراحل مضنية، وياليت المسألة يمكن البساطة اللي ذكرها زي ما الدكتور صادق، لكن هي تمر بمراحل عديدة وبأخ تجارب سابقة. تبدأ أولا تشكيل لجنة من وزير المالية مع المختصين في وزارة المالية والجهات المختلفة المختصة به، الديوان الموظفين ووزارة التخطيط، ويوضع إطار عام للموازنة. نتوقع نسبة أو كمية الإيرادات التي ستحصل سواء كانت نفطية أو غير نفطية، والمصروفات المتوقع انفاقها، وبالتالي نصل إلى العجز المتوقع. هذا يعطينا مؤشر نوجه على ضوء الوزارات الإدارات المختلفة بإعداد الموازنة المقبلة. يؤخذ الإطار العام للموازنة بعد انتهاء وعرضه على السلطة المختصة كمعيار توجيهي للموازنة المقبلة. تشكل لجان داخل وزارات الإدارات المختلفة تمثل فيها وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الموظفين، وتبدأ تعد الموازنة، ومن ثم تعرض على وزارة المالية. وزارة المالية أيضا تدرس هذه الموازنات مرة أخرى وتحلل محتوياتها وتعطي أولويات للإنفاق وفق التوجهات العامة، وعلى ضوءها يستخرج عجز قبل نهائي، وهل هو مقبول أو غير مقبول. إذا غير مقبول يعاد النظر في تركيبة الموازنة أيضا، ويتم تخفيض بعض البنود أو تأجيل صرفها بحيث نصل إلى المعيار المقبول في هذه الموازنة، ويعرض على السلطات المختصة لإقراره، السلطة التشريعية لإقراره. هذا ما يتعلق بمرحلة الإعداد في الموازنة. أيضا هناك مرحلة التنفيذ تمر بتنفيذ الموازنة، وهناك متابعة من وزارة المالية عن طريق الكشوف السلفة الشهرية، واستخراج كشوف متابعة ربع سنوية تعطي مؤشرات لأين نقاط الضعف والقوة في المؤسسات والوزارات، وعلاجها المبكر ينعكس انعكاس إيجابي على المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحساب الختامي. بعد انتهاء السنة المالية يأتي الحساب الختامي، والحساب الختامي يعطي واقع تنفيذي يعالج أو يقارن بين موازنة مخططة أو تقديرية وموازنة فعلية، ويعطي معيار لتقييم الإدارة المالية في الدولة هل هو يمشي بخط سليم أم لا، ويعطي مجال للتحاسب والتعاون مع ديوان المحاسبة في تحديد الانحرافات وأسبابها والمبالغات التي حصلت
في الموازنة، وقد تكون جانب في وزارة المالية أو الجوانب المختلفة، المهم تصحيح هذا المسار وتوجيه الوزارات والإدارات المختلفة لهذا المسار، وكتابة الملاحظات ومطلوب الرد عليها والعرض على السلطات المختصة. أيضا يعتبر حساب الختامي وهو المرحلة الثالثة مرحلة تخطيطية للموازنة المقبلة، فالموازنة في حالة إعداد تأخذ بالاعتبار التوجهات العامة، تأخذ بالاعتبار الإطار العام للميزانية، تأخذ بالاعتبار معطيات الحساب الختامي، تأخذ بالاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة المالية على التنفيذ. كل هذه الأمور مجتمعة تدخل عناصر تقييم لمتطلبات الوزارات والمؤسسات المختلفة في السنة المالية المقبلة. لا شك أن الميزانية مرت بمراحل تطويرية مختلفة، وجود نظام البرامج الآن، وجود ميزانية واضحة كما ذكرت من ناحية بنودها وأبوابها المختلفة، وجود عنصر الرقابة الأكثر للأجهزة المختصة، وجود حاسب آلي أدخلت فيه الموازنة في الآونة الأخيرة، وجود عناصر وطنية احتلت مكانة كبيرة داخل وزارة المالية في أجهزتها المختلفة، ونحن ننظر في هذا المجال إلى العنصر الكويتي كعنصر أو العنصر الوطني كعنصر استثماري، فلو تدرب في وزارة المالية ونقل إلى أي وزارة أو انتقل فهو استثمار في مؤسسة أخرى ينعكس إيجابيا على الوضع العام للوضع المالي العام للموازنة. واهتمت الوزارة بهذا المجال، وأصبح هناك العديد من العناصر الوطنية التي أخذت على عاتقها هذه المهمة الشاقة، وهي متابعة الموازنة وإعدادها ومعطيات الحساب الختامي إلى آخره. من السلبيات الحقيقة أن الوضع في موازنة الكويت أن هناك ثلاث جهات مسؤولة عنه: وزارة المالية، وزارة التخطيط، ديوان الموظفين. وزارة التخطيط فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية وجانب أيضا الخطة الخمسية، وزارة ديوان الموظفين فيما يتعلق في الباب الأول مرتبات، وزارة المالية بقية الأبواب الأخرى للميزانية. وإن كانت في النهاية تنصب كلها في وزارة المالية، إلا أنني أعتقد وهذا ما يدعو إليه المرسوم بقانون 31/78 المنظم المالي الأساسي، إلى أن تكون جميع الموازنة بمحتوياتها المختلفة داخل مسؤولية وزارة المالية. الجانب الآخر، نحتاج إلى وجود مراقبين ماليين يمثلون وزير المالية داخل المؤسسات والوزارات المختلفة لإشراف على العمليات قبل أن يتم الصرف، وهذا عنصر مهم يساعد في الحقيقة فرض نوع من الرقابة والتوجيه، وأيضا يساعد في مسار ترشيد الإنفاق وتقليص الأخطاء، ويؤدي إلى توجيه الصرف في أو تسكين الصرف في الأوجه الأساسية أو البيانات الأساسية قبل أن يتم الصرف. أيضا يحضرني في المجال أن أنوه إلى الحاجة إلى المحاسبين الكويتيين، هناك نقص شديد في هذه العناصر. رغم أن الكويت جامعة الكويت تخرج والجامعات المختلفة في الخارج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومسؤوليات القطاعات المختلفة، يمكن أن تهز وجود معنا الأخ زميل الدكتور صادق باهتمام أيضا جمعية المحاسبين والمراجع الكويتية بالتنسيق مع جامعة الكويت والمؤسسات الأخرى بتوجيه الشباب الكويتي إلى التخصص في مجال المحاسبة العامة. النقطة الرابعة هي عدم اكتمال الأجهزة المالية في الوزارات والإدارات والمؤسسات المختلفة من ناحية العددية والنوعية. كلما استكمل هذا الجهاز، كلما ساعد في التنفيذ الأمثل للتعاميم والقرارات المختلفة وتنفيذ الموازنة وإعدادها. إلا أن النظرة السريعة لجميع هذه الأجهزة نجدها ليست بالصورة المطلوبة، وهذا ينعكس سلبيا أحيانا على إعداد الموازنة وتنفيذها. وبلا شك أن الاهتمام بها العناصر الوطنية ومن حيث الكم والنوع سيساعد في حل هذه المشكلة، ونحن نعتبر الأجهزة المالية في الوزارات والإدارات المختلفة هو الدور الرئيسي والمكمل لدور وزارة المالية الحقيقة، فهم اليد أو الساعد الأيمن لوزارة المالية في جميع القطاعات. نعم.
ولا أخفي في هذا المجال تعاون لدارات الوزارات المختلفة مع وزارة المالية في تنفيذ الموازنة وإعدادها، إلا أننا نطمح في أو وضعا أمثل لمثل هذه الموازنة، وأيضا أن يأخذ مفهوم الترشيد مفهوم السليم. فالترشيد هي تعني بالأصح هي كلمة العقلانية، والعقلانية معناها أن يكون هناك تأني في عملية الصرف، والترشيد لا ينطبق فقط على جانب المصروف بل يمتد إلى جانب الإيراد. فإذا كان عندك مصادر مختلفة للإيرادات فقد تدعو الحاجة إلى الترشيد في استهلاك هذه المصادر والتفكير في متى تستهلك هذه المصادر، وهذا يساعدك في الحقيقة الحفاظ على مواردك المتاحة. وبالتالي فإن مفهوم الترشيد لا يعني فقط مصروفات، فإن هو يمتد إلى جانبي الموازنة مصروفات وإيرادات. ونحن نعتقد أن المواطن أيضا مسؤول في الحد من الإسراف الغير طبيعي للخدمات التي تقدمها الدولة، وباعتقادي لو أن هناك بعض الرسوم المبسطة على الخدمات قد يساعد هذا ليس فقط في زيادة وعاء الإيرادات، إنما قد يساعد في عمل الترشيد ويدفعها إلى الأمام. ففي هذه الحالة لا يستقل إلا الشيء المحتاج له فعلا مستفيد من الخدمة، وقد تساعد وجود رسوم بسيطة في ذلك المفهوم. الأخ عبد اللطيف، هل أنت مع الرسوم، رسوم الخدمات وخاصة في القطاع الصحي اللي فعلا تنفق فيه الدولة مبالغ ضخمة جدا؟ هو الحقيقة هناك ارتباط وثيق بين ترشيد الإنفاق وبين الرسوم الصحية. فبالتأكيد سيلتزم مستهلك الدواء أو اللي يحتاج للخدمة العلاجية إذا قام بدفع بعض الرسوم الصحية التي تتناسب مع دخله. والحقيقة في هناك أمور يجب الأخذ الاعتبار فيها، وهي الرعاية الصحية الأولية. لا أعتقد أن تأجيل الرسوم في الوقت الحالي أو أن هناك أمور أهم يجب أخذ الرسوم. كذلك هناك بعض الفئات قليلة الدخل أو محدودة الدخل يجب أخذ الاعتبار بالنسبة لهذه الفئة. أما عملية الرسوم وإعادة النظر بالنسبة للرسوم الحالية أعتقد جاء الوقت الحالي لإعادة، والوزارة الحقيقة الآن بصدد ودراسة مستفيضة لهذا الموضوع. وأيضا الوزارة تدرس أو سبق وأن طرحت موضوع الضمان الصحي. المريض قبل أن يصل إلى هذه الحالة يشارك ويدفع بالضمان الصحي، ومتى ما دعت الضرورة وأصبح مريض ممكن أن يأخذ نظير ما دفع من أموال في الضمان الصحي. وأعتقد أيضا فكرة أخرى بالإضافة للرسوم يمكن تطبيقها وستحقق فعالية في ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات في وزارة الصحة العامة. عزيزي المشاهد، قبل أن نصل إلى نهاية مطاف وحوار هذا الموضوع، هناك جانب آخر هام تطرق إليه الأخ عبد العزيز الرومي، وهو جانب التطوير وجانب تنمية القدرات والكفاءات العاملة في مجال المحاسبة العامة. ما هو الدور الوطني لإعداد جيل قادر على إدارة الميزانية في سواء في وزارة المالية أو الجهات المعنية عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الإدارة المالية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؟ لنبدأ مع الأخ الدكتور صادق ونطرح ما الذي قامت به جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ما دامت هي جمعية نفع عام من خدمات أساسية للأعضاء وبقية المحاسبين في هذا الجانب، تطوير وتنمية القدرات والكفاءات. لا شك بأن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تؤمن بأن لها دور وعليها مسؤولية تجاه المجتمع الكويتي من خلال تنمية وصقل
القدرات المهنية للشباب الخريج الكويتي. من خلال نستطيع أن نقول بأن جمعية المحاسبين والراجعين الكويتية هي في الحقيقة تستلم مخرجات من الجامعات والمعاهد المختلفة، وهذه المخرجات هي التي تصبح مدخلات عندها. فطبعا جمعية المحاسبين والراجعين الكويتية تقوم بحقيقة دراسة الاحتياجات التي تحتاجها الجهات المختلفة في الكويت من خلال المراسلات ومن خلال الاتصالات مع المسؤولين في هذه الجهات للحصول على ما هي الاحتياجات أو نوعية البرامج التدريبية التي يريدون أن يرون الموظفين لديهم أو العاملين في وزاراتهم أو هيئاتهم أن يحصلوا عليها. من خلال هذا الحوار نستطيع أن نضع برامج تدريبية ذات مستوى معين تليق بالخريجين والموظفين الموجودين في هذه الإدارات والجهات المختلفة. من خلال هذه البرامج نستطيع أن ندعم القدرات التي هي موجودة أساسا عند هؤلاء الشباب، ولكن نقوم بصقلها وتوجيهها توجيه أفضل يمكن لغرض إعطاهم قدرة أن يكونوا أفضل في مجال عملهم. هذا بالنسبة لجانب التدريب. بالنسبة لجانب الندوات، أيضا تقوم الجمعية بعقد حلقات نقاش وندوات كثيرة. الغرض منها هو الوعي الجماهيري والوعي الموجود أو الذي تريد الجمعية أن توصله لأعضائها أو للجمهور بصورة عامة من خلال ندوات مرتبطة بالمستجدات والمشاكل التي تطرح على الساحة المحلية. نعم. نربط بين هالأشياء. نعم. نأخذ تعقيب من الأخ بوفيصل حول الموضوع ودور الجهات المعنية في تنمية وتطوير القدرات والمهارات في هذا المجال. بلا شك أخ كامل ركزت في كلامي على أهمية التدريب والتطوير، وأعتقد بأن هناك اهتمام الآن في المؤسسات المختلفة بالدولة أو جمعية المحاسب المراجعين الكويتي في المجال وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالاهتمام بعملية التدريب وخلق الكوادر، وأيضا هناك جانب تقوم فيه إدارات مختصة داخل بعض الوزارات والقطاعات المختلفة في الاهتمام بعقد ندوات تدريبية وصقل الكوادر القائمة بهدف الحقيقة خلق جيل مالي قادر على مواكبة التطور الحاصل في شتى مجالات الاقتصاد الكويتي. نعم. الأخ عبد اللطيف المجحم. هو الحقيقة أنا بودي أنتهز فرصة وجود الدكتور صادق بصفة رئيس جمعية المحاسبين الكويتية، ومثل ما تفضل الأخ بوفيصل هناك معاناة حقيقية نتيجة وجود نقص محاسبين. وزارة المالية تعاني من هذا النقص، وإحنا في نفس الوقت نعاني في نقص بالنسبة لهذا التخصص. فأرى من الضرورة أن تعتبر، وهذا شيء أنادي فيه وأخواني المحاسبين أعتقد يؤيدوني على هذه النظرة، تعتبر المحاسبة وظيفة فنية، وبحيث نساعد في استقطاب أكبر عدد من المتخصصين في هذا المجال. نعم. عزيزي المشاهد، إلى هنا نأتي ونهاية مطاف برنامجك دائرة الأحداث، وقد عرضنا لهذا الموضوع القيم والهام الإدارة المالية العامة مع ضيوفي هذا المساء. هذا الموضوع الذي يتعلق بالميزانية العامة للدولة وكافة الجوانب المحيطة بهذا الموضوع الحيوي والرئيسي والهام. ونؤكد عزيزي المشاهد أن الموضوعات الأخرى التي تفرعت عن موضوع الميزانية العامة كموضوع ترشيد الإنفاق وتغطية المصروفات وتضخم في بعض أجهزة الدولة وبعض الجوانب الأخرى من تطوير الإبداع والقدرات والمهارات الفنية في مجال العمل المحاسبي لا شك أنها جميعا ضرورة، بالإضافة إلى موضوع المراقبة
والذي يقوم به ديوان المحاسبين. وأن كانت لنا وجهة نظر حول هذا الموضوع، فديوان المحاسبين أو ديوان المحاسبة يجب أن لا يكون فقط دوره في كشف الأخطاء والتجاوزات وشرعية الصرف والمراقبة ومراجعة كشوف السجلات والقيود المحاسبية، بل يجب أن يتطور هذا الدور إلى مراقبة اقتصادية يعدل بها مسار هذه الميزانيات لتتماشى وتتواكب مع الخطة الخمسية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد التوجهات في هذه الميزانية بما يحقق النمو والتوجه الاقتصادي والاجتماعي في هذه الخطة أو خلال الخطط السنوية لهذه الوزارات، وفعلا يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. عزيزي المشاهد، قبل أن نختم حلقة هذا المساء، أود مرة أخرى أن أشكر ضيوفي الأخ عبد العزيز سليمان الرومي، الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية، الأخ الدكتور صادق البسام رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والأخ عبد اللطيف عبد الله المجحم الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الصحة العامة. شكرا لك عزيزي المشاهد، وإلى اللقاء.